السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة على المهد المنتظر، وعنوان الحلقة صفات أصحاب المهد المقربين والفرق بينهم وبين الصحابة المصطفين. في كثير من الأحباب سألوني، يعني حكينا عن أصحاب المهدي اللي الله راح يختارهم للعالمين، يعني يجيبهم جميع أقطار الأرض ويجيبهم يكونوا إيش نواة الأساس اللي راح يصير في التمكين للدين الإسلامي. لأنه المهدي لحاله ما يعني، كما رأيتم أنتم في التاريخ وفي قصة الأنبياء والمرسلين والعظماء والحكام الصالحين، دائما يكون معاهم أعوان وكلهم يكونوا صالحين، مشان إيش الصلاح يتم. أما إذا كان مثلا القائد صالح واللي حواليه الصالحين، مش راح ينجح في شيء، عشان يخلص سبحانه وتعالى بمهد المهدي أحبابه المقربين إليه، مشان إيش ينجح في عمله في إصلاح الأرض بعد الفساد وحقد الدماء، ويملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملأ ظلما وجورا. فخلنا نبلش الحلقة أحباب الله، وكلها من القرآن الكريم. أسمع سورة البقرة 109، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. بلشت الحكاية أو الرواية لظهور المهدي إن ود كثير من أهل الكتاب، شو أهل الكتاب اللي هم النصارى واليهود، وكثير منهم لم تحصل في التاريخ منذ بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا هذا الحاضر، إلا أيمتى؟ بعد انتهاء الخلافة العثمانية. يعني في ناس بيقول لك مثلا صار في الحروب الصليبية، ماشي الحروب الصليبية، بس النصارى، لما يقول لك ود كثير من أهل الكتاب، المقصود النصارى واليهود، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، عرفوا أنه إحنا على حق، وأنه نبينا هو خاتم النبيين، وأن الدين الإسلامي هو الدين الحق، وشافونا دولة عظيمة كانت دولة الخلافة العثمانية، فبلشوا إيش الفتن وبدوا يردونا كفارا حسدا من عند أنفسهم. الله بقولنا فيها: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. يعني مقاتلتنا إلهم ومجابهتنا إلهم مش راح ينجح معاهم. وكما لاحظتم من بعد الحرب العالمية الأولى، بعد سقوط الخلافة العثمانية لليوم، ما نجحنا بشيء، ما في معركة نجحنا فيها نجاح وفوز كما كنا ننجح في الماضي بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والخلافة الراشدة والخلافة الأموية والعثمانية والمماليك والخلافة العثمانية، عشان هيك ضعفاء من يوميتها اليوم احنا متفرقين. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، يعني بس يجي الله يأتي الله بأمره اللي هو قلت لكم أحباب الله المهدي، إن الله على كل شيء قدير. ليش بقول إن الله على كل شيء قدير؟ يعني إن الله على كل شيء قدير، إنه بعد ضعفنا اللي احنا هسه شايفينه، مشردين، مطاردين، ضعفاء، مستضعفين، فيش عنا أمل، متفرقين، كل دولة وكل شعب كل قبيلة، يعني فرقة عمرها ما حصلت في التاريخ. أسأل الله سبحانه وتعالى، يقول لك إن الله على كل شيء قدير، الله قادر إنه رجعنا لقوتنا وعزتنا وكرامتنا. بس إمتى يا أحباب تصير هاي؟ هسه عم نجي على سورة المائدة 51، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أحباب الله، من زمن إليا النصرانية لما إجت، وإجى سيدنا عيسى بن مريم، وصار الدين المسيحي عندهم هو الدين الإسلامي، بس هم نصروا حالهم. لليوم متى كان اليهود والنصارى أولياء؟
اسألوا حالكم هذا السؤال هذا وابحثوا في التاريخ ودققوا. لم يكون النصارى واليهود أولياء أبدا إلا قبل دمار الخلافة العثمانية. ولاحظوا أنتم أحباب الله قديش كانوا النصارى الدول النصرانية في أوروبا تحرق اليهود، وكان اليهود يخفي نفسه وما يبين أنه يهودي. وشفتوا عدوا حتى بألمانيا لما قتل هتلر اليهود كله، يعني في عداء نصراني يهودي مع بعض، انت صاروا أولياء. وشو سبب الولاء تبعهم؟ الآية هاي خطيرة، اللي بفكر فيها راح يتوصل ويعرف الحق من الباطل. لأنه النصارى بتنظر يعني في كتبهم المزورة بتنتظر نزول عيسى ابن مريم ربهم، بيقولوا هذا ربنا راح ينزل راح يجي، وتجي مملكة الرب في الأرض. ولن يتم هذا الأمر عندهم في الإنجيل حتى تكون لإسرائيل دولة، يعني يجمع اليهود وتكون اليهود دولة قوية. واليهود عندهم يقين أنه لابد أن يأتي تبعهم المنقذ الملك العظيم اللي راح يجي في آخر الزمان ويخليهم سلاطين على الأرض ويحكم الأرض كاملة. فاليهودية اتفقت مع النصرانية علمائهم، ومش بس العلماء، رجال الدين وأصحاب المال والنفوذ اتفقوا مع البابا تبع الكاثوليك، وصار البابا الكاثوليك يحاول يحرك الدول ويحكي مع الدول، واليهود اتدخلوا لما ايش اتفقوا اتفاقيات انهم يفرقوا الدول العربية هاي اللي هي الخلافة العثمانية دمروها. وعشان هيك بتشوفوا انتم في اتفاقيات قبل نهاية الحرب العالمية الاولى بإعطاء اسرائيل لليهود. هذا الوقت اللي هو يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إن تصاروا بعضهم أولياء بعض قبل نهاية الخلافة العثمانية. ورجعوا على التاريخ وتأكدوا من قولي، كانوا يحرقوا اليهود في إسبانيا وفي بريطانيا وأمريكا، هاي فرنسا وبألمانيا كل أوروبا اليهود كان مكروه عدو، بقول لك هذا هو السبب في قتل ربنا. بيحقدوا هم بيحقدوا على اليهود اكثر من ما احنا بنحقد عليهم، بس مصالح، مصلحه النصارى لابد ان يكون دوله لاسرائيل مشان ايش يجي الرب تبعهم اللي هو عيسى ابن مريم. واليهود لهم مصالح انهم يحطوا دوله مع النصارى مشان ياخذوا ايش اسرائيل. ولحد الان هم اولياء ضد المسلمين، عشان هيك بعضهم اولياء بعض. ومن يتولهم منكم فانه من ومن تولوا منكم فإنه منهم. وإمتى تولناهم مزبوط وبين الولاء صار واضح؟ لما دخلت العراق على الكويت بال91. بدال ما نيجي إحنا نصرح بين الفئتين الطائفتين اللي تقتدروا في وهم مسلمين يا الذين آمنوا، والفئتين المؤمنين اقتدروا فأصلحوا بينهما، ما أصلحوا المسلمين بيناتهم والقادة الزعماء العرب. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. لم يحاول الصلح أولا، ولم يتخذ القرآن حكما ولا كلمات رب العالمين، وما طاعوا رب العالمين راحوا إيش اشتكوا على هيئة الأمم المتحدة واستعانوا في الأمريكية. إذن ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هم يتولوا أمريكيا وأوروبا وهيئة الأمم المتحدة، فشو صاروا منهم؟ نصارى ويهود. كل الحكام اللي كانوا موجودين وحطوا ايديهم مع امريكا واوروبا وهيئة الامم المتحدة ضد العراق وقتلوا الشعب العراقي والاطفال ودمروا العراق لحد الان وهي محروقة، سيحاسبون حسابا عسيرا عند رب العالمين. ولن يحاسبوا كمسلمين، راح يحاسبوا لانهم ومن يتولهم منكم فانه منهم، يعني نصراني يهودي راح يحاسبون رب العالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لأنهم أشركوا بالله وظلموا. عشان هيك أحباب بالله شو اللي صار؟ سورة المائدة 54 لما هذولا ارتدوا وظلموا وأخذوا اليهود والنصارى أولياء، والشعوب واقفة وتطلع وما طلعوا وقالوا هذا اللي بصير حرام،
ما بيجوز نستعين بالأعداء الله ونقتل إخواننا المسلمين أنت تقر على خطأ، لأنه وين طائفتان من المؤمنين أكثر، يعني الله سبحانه وتعالى ببين إنه في برات راح طوائف الإسلام تقتتل مع بعضها، بس الطوائف الأخرى أو الدول الأخرى لازم إيش تسوي؟ تصلح بيناتهم، واللي ما بيقبل الصلح يحاربوه حتى يرجع إيش إلى أمر الله. بس ما في، عشان هيك سورة المائدة 54 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قلت لكم أحبابي فوق، ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يعني إيش بدهم يردونا عن ديننا؟ وأنا بقول لك يا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، ارتدينا عن ديننا لما إيش حطينا دينا بيد أمريكا وأوروبا والهيئة الأمم المتحدة ضد إخواننا في العراق. عشان هيك هذا الآية بتقول يا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه وارتدوا المسلمين العرب فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. هذا القوم اللي الله راح يبدل الناس اللي كانوا موجودين بوقت حرب الخليج، راح يجيب الشباب اللي ايش الناشئ هسا اللي ما له علاقة وما وافق على اللي بصير، جيل جديد. هذا هو جيل المهدي عليه السلام. المهدي راح يكون معاصر للأحداث اللي صارت في عصره، يعني راح يشوف حرب الخليج ويكون مولود لما شافها وواعي. يعني الله أعلم إمتى ولد، بس راح يكون واعي إن شاء الله عمره 10 سنوات. يعني لو قلنا بالواحد 80 ولد، بالثمانين، بالسبعين، في تعالي أحباب الله، فهالمدة هاي يعني كان واعي وشايف، بس كان رافض الأمر. عشان هيك الناس هذول اللي راح سبحانه وتعالى يبدلهم عن اللي كانوا، راح الله يحبهم أولا ويحبونه. شو علاماته؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أحباب الله اللي بده يكون من هذول الناس ما بصير يرفع خشمه ويعتز على أخوه المؤمن، لا لازم يكون دليل له. كيف بيعامل الوالدين؟ بدل حال الوالدين بده يعاملهم زي والدينه. اللي جعبان يكون منهم هيك بسوي، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. واسع وجهك وشو معنى الذل والعزة؟ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، بحسبوش حساب لحدا إلا رب العالمين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. مين هذولا؟ هذول اللي الله سبحانه وتعالى رايح يبدلهم، بكون ولاهم لله ورسوله والذين آمنوا الذين يتقوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. من الرسول المقصود؟ المهدي عليه السلام هو اللي بكون إيش رسولهم في العصر هذا. قلت لكم المهدي مش رايح يجيب رسالة جديدة ولا رايح يغير في الدين، بس رايح يبين للناس الدين الحق. الشهادة وطلع الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والقرآن بظل القرآن ما في كتاب بعده ولا راح يبدله. بس بقول للناس اتبعوا الرسول النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم وطيعوه بتنتصروا. وما حدا بيعرف كيف الدين الحق إلا المهدي، عشان هيك هو راح يكون رسول مرسل من الله مشان يرجعهم للدين الحق. عشان هيك إنما وليكم الله ورسوله منهم المهدي والذين آمنوا. شو هذا الذين آمنوا؟ بس آمنوا؟ لا، الذين يقيمون الصلاة في المساجد ويؤتون الزكاة وهم راكعون. السعادة يؤتي الزكاة وهو راكع؟ لا أحباب الله، معناته ويؤتون الزكاة وهم راكعون يعني سامعون مطيعون. الركوع الطاعة، سمعنا وأطعنا، هاي معناتها. شو بقول لك المائدة سورة المائدة 56: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يعني صفات هذول الناس ما ولاهم لله ورسوله والذين آمنوا،
مين هم الذين آمنوا الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ شو بصير هذول إذا تكون صفاتك زي هذول الناس؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين؟ لا تخاف لو ما تلائم بتكون من حزب الله الحقيقي وراح تكون من الغالبين. هسه بصوت آل عمران رقم 12 وهي دليل على قولي رقم 12 الإمام الثاني عشر. في ناس بفكروا الإمام الثاني عشر زي ما بقول الشيعة، لا الإمام الثاني عشر اللي إيش الله جعله إمام في القرن في الكرة الأرضية منذ خلق آدم ليوم القيامة هو الإمام الثاني عشر، وفي شريط نزلته عن الأئمة الاثني عشر أولهم آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم اللي الناس بقتدوا فيه وبتتبعوا أوامره وبكون إيش إمام وحاكم وملك وعادل وسلطان. هذا الرجل لما يجي المهدي بقول الله سبحانه وتعالى يقول له كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هسه سورة البقرة 257 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني بين ولينا الله سبحانه وتعالى شوفوا بيخرجنا من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. مين الطاغوت؟ الطاغوت هو جاي من كلمة طاغة طغى يذهب إلى فرعون أنه طغى. الطغى الإنسان اللي بطغي بيكون طاغي وجمع الطاغي طواغيت أو الطاغوت. وتعالى يا أحباب الله إذن الله هو الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. كيف يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ بكتابه القرآن الكريم ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت على الحكام الطغاة الظالمين يخرجونهم من النور إلى الظلمات بطيعوا الحكام ولا يطيعوا بعصوا رب العالمين أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الطاغوت واللي بطيع الطاغوت لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عشان هيك سورة النساء 76 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله هذول أصحاب المهدي رايحين يقاتلوا في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت هذول أعداء الله وأعداء المهدي فقاتلوا أولياء الشيطان لأنهم هذول اللي مع الطاغوت بيكون أولياء الشيطان لأن الطاغوت نفسه هو الشيطان. يعني الطاغوت الأكبر هو الشيطان هو اللي حكم الحكام والملوك يكونوا طغاة ويتجبروا ويظلموا العباد. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذن لما هو قال قل الذين كفروا ستغلبون لأن الشيطان كيده ضعيف والطاغوت يقول إيش لأنه ولي للشيطان راح يفل للشيطان وفل أولياءه ويكونوا مهزومين بالإضافة إلى الخلود في النار. سورة الزمر 17 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. أصحاب المهدي وأحبابه هم اللي بيجتنبوا الطاغوت اللي هم الحكام الطغاة وما بيقبلوا قيامهم ولا بطيعوهم وما بيعبدوها. شو معنى العبادة؟ الطاعة. ما بطيعوا الحكام الطغاة الظلمين وبيذيبوا إلى الله بيرجعوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. في ناس منهم كانوا طيعوا الطاغوت بس يجي المهدي ويبين لهم والله سبحانه وتعالى يهديهم رايحين إيش وأنابوا إلى الله يرجعوا إلى الله فبشر عباد. منهم العباد هذولا اللي هم أصحاب المهدي وبكل زمان ومكان بيكونوا موجودين الذين يستمعون القول اللي هو القرآن الكريم فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. كلمة هداهم أولئك الذين هداهم الله مجموع. إذا المقصود في مجموع من الناس في زمن معين راح يكونوا مع المهدي عليه السلام من جماعته. هذه الآية صالحة على كل زمان ومكان. في ناس بيستمعوا القول ويتبعون أحسنه في كل زمان ومكان. بس في زمن المهدي راح يكثروا. عشان يكونوا الخلية أو إيش الأساس المتين إقامة الدولة الإسلامية. شو صفاتهم كمان؟ سورة المجادلة 22 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله
ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروع منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. شو صفاتهم هذول أصحاب المهدي؟ هذول القوم ما في مودة بينهم بين أي واحد بعهد الله ورسوله. ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك شو كتب الله، كتب في قلوبهم الإيمان، مكتوب في قلوبهم، وأيدهم روح المن. من الروح اللي بيأيدهم؟ عسى احنا بتعرف سيدنا عيسى بن مريم نفخ في مريم الروح، بقول لك وأيدهم بروح منه. هسا سيدنا عيسى كان في روح لما ارتفع على السماء، هسا الروح بتحل في مين؟ في السيد، في المهدي. المهدي هو المقصود في هذه الآية، وأيدهم بروح منه، يعني أيد هذول الناس اللي هم حزب الله جماعة المهدي بالمهدي، ويدخلهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها. وشو أقول عنهم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا أن حزب الله هم المفلحون. عشان يا أحباب الله، سورة الأنبياء 105-106 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. يعني الله كتب في الزبور من بعد الذكر، الذكر إيش اللي هو؟ في ناس بيقول لك الزبور إجا بعد الذكر، الذكر المقصود اللي هو التوراة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني بعد كتب في التوراة ثم في الزبور، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إذا في بتعرف لما تكون قاعد وطلع التلفزيون تسمع بيجي بلاغ هام، الله سبحانه وتعالى بيقول لك إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إمتى هذا يحصل الكلام؟ سورة الداريات 56 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني إحنا خلقنا مشان نعبد رب العالمين، الإنس والجن، بس من يوم آدم لليوم ما تمت القضية هاي. هسا في ناس مؤمنين، أقلية جدا، والأكثرية كافرون. إذا الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الله خلقهم في وقت معين، وخلقنا جميعا، بس المقصودين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في زمن مقام، زمان ومكان معين. عشان هيك بسورة الإسراء 23 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أحباب الله، قضى القاضي اللي هو ربنا سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا إياه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا وبالوالدين إحسانا. طب ليش الناس ما يعبدوا رب العالمين؟ وقضى القاضي اللي هو رب العالمين وما بطيعوا الوالدين ومش أبرار في الوالدين، لأنه ممكن واحد يحكم عليه بالإعدام من القاضي، صدر حكم الإعدام، بس إمتى سيعدم؟ ممكن بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة، بعد 10 سنوات. ونفس الشغلي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون، قضى القاضي بس ما حدد إن متى. فلا بد قبل أن تقوم الساعة أن يأتي الزمن كل الجن والإنس بيعبد رب العالمين، وكلهم راح يقولوا إيش؟ بالوالدين إحسانا. أنت يا أحباب الله، هاي القرآن قدامكم، حاشا لله إنه إيش؟ وإنما أمره إذا قضى شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا لابد أن يحدث، بس إيمتى راح يحدث؟ عندما يشاء الله. نفس الشيء لما خلق السماوات والأرض خلقها في 6 أيام، 6 أيام من أيام الله يعني 6000 سنة، بس قال له كن فكانت، أخذ 6000 سنة لما تكملت الأرض والسماوات. عشان يا أحباب الله، بنرجع سورة التوبة 71 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقومون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. يعني جماعة المهدي اللي هم صحابته وأحبابه
رايحين يكونوا ايش اولياء بعضهم لبعض، وبعدين بيأمروا بالمعروف منهم عن المنكر، وبقيموا الصلوات في المساجد، ويؤتون الزكاة، ويطيعوا الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، يعني دخلوا الجنة. إن الله عزيز حكيم. عشان هيك أحباب الله سورة البقرة 121 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. جماعة المهدي راح يتمسكوا في القرآن، لأن الله أعطاهم الكتاب بتلوه حق تلاوته، بنفذوا أوامر الله وابتعدوا عن نواهيه، وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وابتعدوا عن نواهيه. هذول هم المؤمنون حقا، أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. عشان هيك أحباب الله سورة الزخرف آية 60-61 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وأنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. هذا الآيتين هذول يثبتوا أن جماعة المهدي سيكون ملائكة في الأرض يخلفون. شو بقول لك؟ ولو نشاء، ومشيئة الله سيشاء. ما ربنا إذا قال بدوش شيء كان قالها، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذا في ناس راحين يتعذبوا وفي ناس راحين يغفرهم رب العالمين، عشان مشيئة الله ستحصل إن كانت فيها خير وإن كان فيها عذاب أو كان فيها رحمة. نفس الشيء هذه، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. هذا جماعة المهدي أحبابه راحين يكونوا كالملائكة لا يخطئون، وإنه لعلم للساعة. هاي بقول لك لعلم للساعة، إنه راح يكون فيكم من الأرض ملائكة من البشر. ولا كيف بده يحكم المهدي الأرض إذا ما كانوا أصحابه زي الملائكة وأوامره؟ والملائكة بنفذوا أوامر، بقول سمعنا وأطعنا، ما بتفكروا، خلص بقول نعمل هيك بقول سمعنا وأطعنا، ما بصيروا يجادلوا ويسألوا ويستفسروا، لأنه ما في عنده وقت المهدي، ما في عنده وقت. إذا أي قرار بده ياخذ بده يشرح لهم وعمل هيك وسوي هيك، هذا بده مليون سنة مشان إيش؟ يملأ الأرض عدلا وقسطا كما يملأ ظلما وجورا. وإنه لعلم للساعة، يعني من علوم الساعة أن يكون في الأرض ملائكة في الأرض يخلفون. فلا تمترن بها، يعني تخوض فيها كثير، واتبعوني هذا صراط المستقيم، هذا قول بإذن الله للمهدي. هسا شو الفرق بين جماعة المهدي صحابته وأحبابه وصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سورة الفتح 29 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلا في التوراة ومثلا في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغرق فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. احنا من الصفات في الآية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، يعني صفة أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذولاك إيش؟ أعزة على الكافر، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافر. بدنا نشوف شو الفرق بين رحماء بينهم وأذلة على المؤمنين، وشو الفرق بين أعزة على الكافرين وأشداء على الكفار من القرآن ذاته. ما بده واحد يقول إيش من عنده مشان ما يخطأ. طيب شو معنى أول شيء رحماء بينهم، اللي هم صفات محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ طيب سورة الروم 21 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن الصحابة رضي الله عنهم بيعاملوا بعضهم البعض كيف الرجل بيعامل أهل بيته زي زوجته وأبنائه. فهمت علي؟ شوف الآية البعدية سورة الشورى 23 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم،
ذلك الذي يبشر الله عباده والذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزلت له فيها حسنة إن الله غفور شكور. إذن رحماء بينهم زي رحمة الإنسان مع أخوه أخته زوجته أولاده. هيك الصحابة كانوا عاملوا بعض كأنهم عيلة واحدة عيلة متراحمة. طيب شو معنى احنا بينا شو معنى أشدة رحماء بينهم بدنا نشوف هسا أذلة على المؤمنين بصورة الإسراء 23-24 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك أحدهما عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرة. هسا البني آدم البار أو الرجل البار بوالديه بخفض لهما جناح الذل من الرحمة بذل نفسه إله لوالديه. وكيف الطير بحن وبذل بحط بدفي الفراخ أو البيض تحت جناحانه. هيك أحباب المهدي. إذا أحباب المهدي شو راح يكونوا؟ يعاملوا كل الرجال كأنهم والديه وأبوه أباه ويعامل كل امرأة كأنها أمه. فهمتنا يا أحباب الله؟ هاي معنى أذلة على المؤمنين. راح يكون يعتبر كل واحد من المؤمنين من الرجال زي والده وكل واحد من النساء زي مين؟ زي أمه. يعني بذل حال لو سب وقلط وطاول وكذا ما مستحيل يقاتل مستحيل يغضب منهم. هاي صفات أحباب المهدي. شو معنى رحماء بينهم اللي صفات صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وأذلة على المؤمنين؟ هاي صفات مين؟ أحباب المهدي. أسعد أبي هريرة رضي الله عنه قال رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلينا نجي على قبل هذا الموضوع خلينا نجي على موضوع أشدة على الكافرين. يعني هون شو بقول لك صفاتهم أشداء على الكفار. شو معنى كلمة أشداء؟ بنيجي على الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني شو معناتها أشداء على الكفار؟ معناتها حلماء بملك أنفسهم عند الغضب. ما بيجي على الواحد بقطع راسه لأنه إيش حلماء بدهم إياهم يدخلوا في الدين. عشان هيك في سورة آل عمران قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذول الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الصحابة كانوا كاظمين غيظهم من الكفار هاي واحدة واثنين حلماء هاي معناها أشداء على الكفار. أما شو معنى عزة على الكافرين؟ سورة النمل 34 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. أصحاب المهدي كيف بكونوا أعزة على الكافرين؟ بيخلوا أهل الكفار أذلة قدامهم بصير الكافر دليل قدامهم. أما هناك الصحابة رضي الله عنهم إيش أشداء على الكفار يعني حلماء وبقضموا غيظهم. أما هذول بحسبوش حساب اللي بده يآمن بيآمن واللي ما بيآمن إن شاء الله عمره ما آمن عشان أقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هاي جماعة المهدي عليه السلام صفاتهم كاملة. أول شيء من صفاتهم إنه يعني الله بدلهم بالقوم اللي ارتدوا عن دينهم. أول صفة من صفاتهم إنه الله بحبهم. ثاني هم بيحبوا أدلة على المؤمنين بيعاملوا كل المؤمنين كالأب والأم. أعزة على الكافرين ما بيشوف كافر إلا بيدلوا وبوقف قدام دليل. وإيش من صفاتهم
إنهم يستمعون القول فتبعون أحسنه، والله هداهم إلى الصراط المستقيم، ولا يخافون في الله وفي الحق لومة لائم، وما بهمهم إلا إرضاء رب العالمين. وأي واحد بعادي الله ورسوله والمؤمنين، لو كان أبوه أو أمه أو قرأ أو عشيرته أو أهله مهما كانوا ما بتطلع، ويمكن عادي عصفات أحباب المهدي. فمن أراد أن يكون منهم إذا كان بعصرنا يجهز حاله بالصفات هذه. اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.